بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتعرف على كيفية فتح أو إنشاء ملف عمل جديد أو تصميم جديد باستخدام برنامج الفوتوشوب، ونبدأ نضبط إعداداته ومقاساته. بكل بساطة، لإنشاء ملف عمل جديد ممكن أروح أضغط بزر الفأرة الأيسر على البوتن هذا المكتوب بعنوان Create New، ضغطة واحدة تظهر عندي نافذة بعنوان New Document، مستند جديد. طب في طريقة ثانية؟ صحيح، بس برضو على نفس البوتن هذا في الجهة اليسرى ممكن أضغط ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر على Create a New، تفتح عندي نفس النافذة. طيب طريقة ثالثة، من File a New بضغط ضغطة واحدة. طب وهي إلى اختصار باستخدام لوحة المفاتيح اللي هو عبارة عن زر الكنترول زائد حرف الان باللغة الإنجليزية. ولاحظ عندي إنه لازم تكون إعدادات لوحة المفاتيح هي باللغة الإنجليزية. نضغط ضغطة واحدة، الآن هتفتح إلي نافذة بعنوان New Document بهذا الشكل. أول جانب خلينا نشوفه اللي هو عندي Recent Saved Photo Print Art and Illustration ويب موبايل فيلم اند فيديو. هذه عبارة عن مجموعات، وفي داخل كل مجموعة من المقاسات العالمية او المعتمدة. طيب هذه كانت في الاصدارات القديمة تحت عنوان دوكيومنت تايب، هي عبارة عن مجموعات، وكل مجموعة من المجموعات بتحتوي على المقاسات الخاصة فيها. على سبيل المثال لو أنا قلت فوتو، هذه عبارة عن بعض المقاسات اللي لها علاقة بالاستوديوهات الخاصة بالصور، وعندي أنا مثلا لاندسكيب مقاس 2x3، لاندسكيب 4x6، وعندي مثلا بورتريت 4x6، يبقى هذه عبارة عن مقاسات اللي خاصة بالاستوديوهات والصور. طب عندي المجموعة الثانية البرنت، عندي مثلا الA4 ورق الA4 ورق الطباعة، وعندي الA5 عندي الB5، يبقى أنا عندي مجموعة من المقاسات العالمية المتعارف عليها. طيب وعندي بعض التصميمات أو مجموعة ثالثة اللي هي Art and Illustration، وعندي مجموعة خاصة بالويب وتندرج تحتها مجموعة من المقاسات العالمية الخاصة بصفحات الويب، وكذلك الخاصة بالهواتف النقالة، وكذلك الخاصة بالأفلام والفيديو. طب خلينا نيجي نركز في المنطقة هاي. أول شغلة عندي في المنطقة هاي اللي هي Untitled One. Untitled One هذه عبارة عن النيم، اسم المشروع أو اسم التصميم اللي أنا ممكن أسميه. على سبيل المثال أنا لو بدي أصمم غلاف للفيسبوك، فبالتالي لابد أن يكون الاسم متناسق مع التصميم اللي أنا أصممه. خلينا نسميه مع بعض غلاف فيسبوك. طيب بعد هيك خلينا نيجي للجزء اللي بعديه، الويدث والهيت. الويدث هو العرض، والهيت اللي هو الارتفاع. لو أنا اخترت تصميم جاهز بنلاقي الويث والهيت بيرتبط مع المقاس الجاهز. على سبيل المثال لو انا اخترت برنت مثلا وقلت له بدي الاي 4، هتلاقي 210 ملم و297 ملم. يبقى انا وقت ما بحتاج الى تصميم جاهز او مقاس جاهز بحطه. طب لكن انا ما بدي الكلام هذا، انا بدي اصمم من عندي، ويبقى انا بدي احط مقاسات من عندي. على سبيل المثال الويث اللي هو العرض بدي احط 851 وحدة القياس. هنا امر مهم جدا، انا على سبيل المثال بدي احط في عندي وحدات قياس بيكسلز، انش، سنتيمترز، مليمترز، بوينتس. طيب لو انا قلت له 851 مليمترز بيختلف لما عن 851 بيكسلز. يبقى انا قبل شويه كانت 851 كام؟ مليمترز. لما حولت وحدة القياس من مليمترز لا بيكسلز صارت 851. قديش بدها تصير؟ 10051. خلينا نرجعها نحطها 851 بيكسل. طيب
الشغلة الثانية اللي بعديها الهيت المقصود فيها الارتفاع. أنا هلقيت بدي أحط الارتفاع 315 بيكسلز. طيب في عندي حاجة جنبها هيك حاجة اسمها الأورينتيشن، هل الاتجاه بدك إياه اتجاه رأسي أو أفقي؟ شكل الصفحة بدك إياه أفقي ولا رأسي؟ ممكن خلينا نقول له أنا بدي إياها باتجاه اللي هو لاندسكيب أند بورتريت، أنا بدي إياها بشكل أفقي. طيب في عندي حاجة هنا مهمة جدا اللي هي الأرت بورد، وهذه الأرت بورد أنا ممكن أستخدمها أو أحط عليها قدامها تشيك وقت ما بدي أشتري المشروع لمؤسسة أو بدي أعمل مشروع لشركة أو دعاية أو بدي أعمل صفحة ويب أو بدي أعمل تصميم، وجميع التصميمات هذه داخل المشروع تاعي ممكن نشوفها تمام، أو مواقع زي ما حكينا بتحتوي على صفحات كتير. طيب بعد هيك في عندي حاجة تانية اللي هي resolution. إيش المقصود بالresolution؟ الدقة الخاصة بالتصميم. طيب أنا قديش أحطها؟ أي رقم أحطها؟ افتراضي هتلاقيها في بعض عند البعض محطوطة 300، والبعض الآخر هتلاقيها موجودة عندي بمقاس 72. طيب بكل بساطة أنا متى أحطها 300 ومتى أحطها 72؟ طيب بكل بساطة أي تصميم هيكون على الإنترنت أو هينعرض على الشاشات بيكون الريزوليوشن تاعها في الرينج من 8 من 5 عفوا من 72 بكسل ل 150 بكسل حسب التصميم بتاعي. فمثلا انا عندي لقيت بدي اصمم غلاف فيسبوك، انا هروح اعمله 72 ريزوليوشن. طيب بالنسبه للمطبوعات الورقيه بيكون الريزوليوشن تاعها 300، يعني اي تصميم هينطبع على ورقه زي الفلاير زي البروشور او بطاقه عمل هيكون الريزوليوشن تاعها كام؟ 300. طيب انا عندي بنرات عندي في الشارع او لافتات موجوده في الشارع كبيره حجمها مثلا 5 متر او 6 متر او 10 متر، هذه الريزوليوشن الدقه تاعتها بتكون في الغالب تتراوح من 85 ل 72 واحيانا بتقل عن 72. طب عندي جانبها في حاجة أنا عندي بيكسل على الإنش، طب وفي حاجة تانية تحتيها اللي هي بيكسلز على السنتيمتر. إحنا هنشتغل على البيكسل على الإنش، كل بيكسل على الإنش، وهذا اللي بيجي مع الفوتوشوب. طيب الآن خلينا إحنا نفهم أو نشرح إيش هو البيكسلز. البيكسلز هو عبارة عن عدد المربعات في الوحدة اللي أنا شغال عليها. طيب خلينا نشوف مثال يوضح الأمر هذا. أنا الآن هنا عندي أربع مربعات نفس المقاس، كل مربع مقاسه في نفس الوقت 1 إنش في 1 إنش، لكن دقة الصورة أو الجودة بتاعتهم تختلف من مربع إلى الآخر. على سبيل المثال أنا المربع الأول الواحد إنش في واحد إنش بيحتوي على مربع واحد، يبقى 1 بكسل بير إنش. طيب هذا المربع الأخير، نيجي للمربع الأخير، أنا عندي 8 بكسل بير إنش، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى أكيد بتكون دقة الصورة دقة الصورة في المربع الأخير أعلى جودة من المربع الأول. طيب نيجي لحاجة تانية. هلقيت أنا عندي الدائرة الأولى بتحتوي على 10 دوتس، 10 نقاط لكل إنش. الدائرة الثانية تحتوي على 72 دوت نقطة بير إنش. الدائرة الثالثة بتحتوي على 300 دوت بير إنش. طب خلينا نشوف الصورة الأولى. الصورة الأولى بنلاقي حدودها مش واضحة تمام. الصورة الثانية أو الدائرة الثانية الـ 72 دوت بير إنش أكثر وضوحا من الصورة الأولى،
ولكن بنلاقي حدودها مغبشه شويه. طب الدائره الثالثه بنلاقيها واضحه وحدودها شارب وما فيش فيها اي مشاكل. طيب بالنسبه لل 10 دوت بير انش انا مش هستخدمها ابدا ابدا. طب ال 72 دوت بير انش كيف ظهرت واشمعنى اختاروا الرقم 72؟ طيب 72 في عندي كان شركه ابل اول ما اصدرت لها جهاز ماكنتوش لها كانت جوده الشاشه بتاعته 72 دوت بير انش، فظل متعارف عليها لهذا اليوم 72 دوت بير انش. يبقى شركه ابل اول ما انتجت جهاز ماكنتوش لها، اول جهاز لها كان جوده الشاشه 72 دوت بير انش. طيب لو انا استخدمت 70 او 80 في مشكله؟ لا ما فيش اي مشكله. طيب نرجع لبرنامج الفوتوشوب. في عندي حاجه بعديها اسمها كلر مود اللي هو النظام اللوني. انا المقصود فيها انا استخدم اي نظام لوني خاص فيا. طب ممكن نوضح بكل بساطه زي ما احنا شايفين انه عندي اكثر من لون او اكثر من نوع من الانظمه اللونيه. اكثر نوعين مشهورين جدا وهم واللي احنا هنستخدمهم ويتم استخدامهم بكثره في التصميمات. اول نوع الار جي بي كلر اللي هي مقصود فيها نستخدمها في التصميمات اللي تنعرض على الشاشه زي تصميمات الانترنت او صور، او ممكن استخدمها الصور عفوا للفيسبوك او سواء ممكن استخدمها لتويتر او اي حاجه تنعرض على شاشات الكمبيوتر والتلفزيون او التلفزيون. النظام الثاني اللي هو سي ام واي كي كلر، اي تصميم هيروح على المطبعه سواء ينطبع على لاير كبير 5 متر 6 متر او بزنس كارد او بطاقه عمل بحجم صغير. طيب عندي حاجه هنا 8 بت 16 بت 32 بت، المقصود في المنطقه هذه عبارة عن نظام الألوان اللي هي موجودة في البت الواحد، عدد الألوان اللي في الصورة. وعشان نفهم الموضوع هذا بالتفصيل هنيجي للصورة اللي بعدها. بنلاقي هنا عدد الألوان الموجودة في المنطقة هاي أكثر كثافة من الموجودة في المنطقة هاي، يبقى بتكون عندي الأمور أكثر وضوحا. طيب خلينا نشوف صورة ثانية. لو كان أنا عندي واحد بت يبقى كم لون عندي؟ اثنين أس واحد هيكون عندي لونين. طب لو عندي اثنين بت كلر اثنين أس اثنين هيكون أربع ألوان. لو عندي ثلاثة بت اللي هو اثنين أس ثلاثة اثنين في اثنين في اثنين بيعطيني ثمانية كلر. لو عندي أربعة بت كلر يبقى عندي أنا اثنين أس أربعة يبقى عندي 16 كلر. الآن لو أجينا نشوف التصميم هذا بنلاحظ إنه 1 بت يبقى لونين، الصورة بتحتوي على لونين، 4 بت 2 أس 4، 8 بت 2 أس 8، 16 بت اللي هو 2 أس 16. خلينا نشوف تصميم ثاني، بنلاحظ إنه أنا عندي هنا تدرج لوني من اللون الأسود إلى اللون الأبيض. ونفس الشيء تدرج لوني تحت من اللون الأسود إلى اللون الأبيض، لكن أنا عندي هنا نظام الألوان كان 8 بت، ونظام الألوان هنا هو عبارة عندي 16 بت. نرجع ل 8 بت بنلاحظ فيه موجود تدرج مش ناعم. طيب تحت في ال 16 بت تدرج أكثر نعومة، ولكن هذا مش حلو عندي موجود، هيكون لو في التصوير او في الاعمال الخاصه بالتصميم بشكل عام. طب الان اي افضل بيتس ممكن اقدر استخدمها بحيث انا ما احطش الوان كثيره جدا تكون في الصوره، وفي نفس الوقت ما احطش الوان قليله او ممكن تاثر على جوده الصوره؟ خلينا نشوف برضو مثال.
عندي هنا أنا غلاف 16 وهذا غلاف 32. هل جيت أنا خلينا نشوف شغلة معينة، بدنا نعرف الكالر مود. الكالر مود هنا موجود كام؟ 8 بت، وهنا الكالر 32 بت. كيف أنا ممكن أعرف الكالر مود؟ ممكن أروح على مني، أنا واقف هنا على غلاف رقم 16، أروح أقول إيمج مود، بقول لي أنت مستخدم 8 بت تشغل. طيب الصورة الثانية، إيمج مود، أنا مستخدم 32 بت تشغل. لاحظ معي لما أنا استخدمت 32 بت عندي ألوان كثيرة وتدرج في الصورة أنعم. طيب إيش هنا ألوان أقل شوية والتدرج أقل نعومة شوية. طيب إيش أفضل أستخدم؟ 8 ولا 16؟ خلينا نشوف الألوان في الثمانية أقل، لكن فيش فرق بينها وبين الصورة اللي هي فيها 32 بت تشانل. لكن الفرق وين بكون يا أستاذ؟ لو أنت أنا جيت أنا مستخدم هنا 8 بت، 8 بت، الفرق وين بيكون يا أستاذ؟ الفرق بيكون يا أستاذ معنا في حاجة في المنطقة هاي في الأدجستمنت. بتلاقي لما كان عندي 8 بت بتلاقي التعديلات اللي عندها متاحة أكثر لما أكون مستخدم 32 بت. يبقى أنا في 8 بت شانلز لقيت التعديلات هذه كلها مفعلة. خلينا نروح على 32، نروح برضو على الإيمج أدجستمنت، بتلاقي في عندي بعض التعديلات غير متاحة عندي. يبقى الأفضل أن أستخدم هالجيت، أستخدم أقل عدد بيتس، ألوانهم أقل صح، لكن التعديلات والتأثيرات ممكن تكون عندي. خلينا نروح لآخر حاجة موجودة عندي في قائمة نيو. إحنا حكينا هنا سميناها غلاف فيس بوك، وانا 851 بيكسلز، 315 تقريبا قلنا، وهذه عباره عن اورينتيشن بالعرض، و72 ريزوليوشن قلنا، وبيكسل بالانش، وقلنا الكلام هذا كله. اخر حاجه كانت عندي موجوده اللي هي معانا حاجه اسمها الباك جراوند كونتر. يبقى الخلفيه اللي بدي اياها ممكن تكون يا استاذ وايت ابيض او بلاك اسود. المقصود بالابيض لو ضغط ابيض بتكون الخلفيه عندي انا ايش؟ ابيض، انشا لي خلفيه باللون الابيض. او ممكن ان اقول له بديش ابيض، انا مثلا اقول له مثلا بدي اياه لون ثاني، فايل نيو، ونفس الكلام هنا نيجي نقول له مثلا بدي اياه باللون الاسود، يبقى اعطاني الخلفيه باللون الاسود. او ممكن انا احكي له بدي اياها خلفيه باللون الشفاف اللي هي ممكن نقول ترانسبيرنت. او ممكن اختار في المنطقه هاي اقول له باك جراوند كلر واختار اللون اللي انا عايزه. خلينا نخليها خلفيه لون ابيض ونقول كرييت انشاء. طيب الان انا انشات ملف جديد. طب في سؤال اجى على بال ذهني، هلقيت انا قائمة إنشاء أو قائمة نيو، عفوا فايل نيو، هذه ظهرت في الإصدارات الحديثة. أنا هلقيت لو ما بدأت أعمل مع الشكل هذا النيو وأنا كنت مرتاح للشكل اللي كان يصدر عليه قائمة نيو في الإصدارات القديمة، وكنت ألاقيه اللي أسهل في التعامل وأنا متعود عليه أنه أشتغل عليه، كيف ممكن أعمل الكلام هذا أرجعها للإصدار القديم؟ ممكن أروح على قائمة إديت Preferences General، وفي عندي تحت هنا حاجة اسمها Use Legacy New Document Interface. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه ممكن أروح أرجع أو أستخدم الانترفيس الواجهة لإنشاء مستند جديد بالإصدارات القديمة وأحكي له أوكي. نيجي نقول له مثلا File New، بنلاقي ظهر بالشكل هذا، النيم شفناه، الدوكيمنت تايب شفناه، الويدث
شفناها الهيت الريزوليوشن كلر مود، الامور هذه كلها شفناها في الاصدارات القديمه. طيب خلينا نكمل لكيف انه انا في موضوع غلاف للفيسبوك. اول شغله هنروح للمستند تاعنا ونجيب صوره، وخلينا ناخذ مثلا صوره رقم 22 وباجي في نص مساحه العمل هنا وبتركها. الان بنلاحظ ان الصوره الزوايا تاعونها اكتف، يبقى بقدر احرك فيهم زي ما انا عايز، وهنلاقي انه التصميم هذا مش جاي على مقاسات التصميم اللي انا عايزه. طيب لو انا ضغطت انتر بنلاقي ان الصوره صغيره وما اجت على مقاس التصميم تاعي اللي انا حددته. طيب كيف انا لو انا واقف على ذات المفتول، هي ذات المفتول وبدي احرك، تتحرك معايا تمام؟ انا ما بدي احركها، انا بدي انه اكبر الصوره او اغير الشكل تاعها. طب ايش اعمل؟ بروح اضغط على زر الكنترول، احول لغه انجليزي، كنترول مع التي، بنلاقي ان الزوايا تعود الصوره اصبحوا اكتف، والان انا بقدر اكبر واصغر في الصوره تاني. طيب لو انا كبرت او صغرت هيحصل انه في عندي صوره مالها بتنمطمط تمام، والصوره مش مظبوطه او هتبوظ مني. طب انا ايش اعمل في الموضوع هذا؟ بروح اضغط على زر الشيفت وبكبر، بلاقي الصوره معايا بتكبر تمام بنسبه وتناسب، واشوف المساحه اللي انا عايزها تقريبا، نقول هيك بدي اياها، واقول تمام ونضغط انتر. هلقيت انا لو بدي اقلب الصوره من اليمين الى اليسار ايش اعمل؟ كليك بالضغطه بالماوس بالزر الايمن، خلينا لازم اكون تكون اكتف، ايش اضغط؟ كنترول زائد تي، كليك يمين، ايش احكي له؟ فليب هوريزونتال، اقلبها من اليمين لليسار. لاحظتوا كيف الصوره صارت؟ كمان مره فليب هوريزونتال. طيب كمان مره فليب هوريزونتال. طب لو بدي اقلبها بشكل راسي بدي اقول له كليك يمين فليب فيرتيكال. طيب خلينا نروح نجيب صوره ثانيه، نضغط انتر نجيب صوره ثانيه اللي هي صوره رقم كام؟ نجيب مثلا صوره رقم 44 وبتركها في نص مساحه العمل. بعد هيك انا ممكن اكبر او اصغر، بنضغط شيفت يا استاذ بنظبط ليش الغلاف معي، وممكن نضغط انتر. طب بعد هيك ممكن نجيب الصوره رقم كام؟ صوره رقم 11 واتركها في نص مساحه العمل، وممكن بزر الشيفت يا استاذ وبنحرك الصوره في المساحه اللي بدي اياها او في المكان اللي بدي اياه. تمام، وبنضغط زر انتر. هلقيت نيجي لمرحله الحفظ، انه بقول له فايل سيف او سيف از، السيف او سيف از نقول له سيف از. هلقيت نقول له مثلا انا بدي اياه غلاف فيسبوك. وعندي هنا لو انا حفظت بامتداد فوتوشوب يبقى الكلام هذا، المستند هذا عبارة عن مستند مفتوح المصدر، وبقدر أعدل عليه في وقت تاني. نصيحة لكم إنه لما تيجي تحفظ المستند ما تحفظه على السي أو ما تحفظه على سطح المكتب، روح احفظه على أي قرص مكان تاني اللي هو الدي أو الإي أو الإف. حتى لو ضرب جهاز الكمبيوتر عندي وصار فورمات للسي أقدر أطول الملف اللي بدي إياه، نقول له سيف. طيب
نقول له اوكي. هلقيت انا لو بدي اعمل الصوره هذه لنسخه غير مفتوحه المصدر خلاص نهائي، بدي اودي ما بدي اياها، اقول له سيف از فايل، سيف از، واقول له انا في المنطقه هاي بدي اقول له مثلا نختار امتداد الجي بيك، واقول له غلاف فيسبوك، واقول له اوكي سيف. يبقى لقيت، ولقيت قلنا احنا قبل شوي قبل هيك محاضرات انه خلي الكواليتي اعلى كواليتي موجوده عندي، واقول له اوكي. بهيك بكون انشانا غلاف فيسبوك وتعرفنا على قائمه انشاء او مستند لفتح عمل جديد. خلينا نتعرف برضو على كمان شغله بسيطه اللي هي لما اروح على فايل نيو، وخليني نرجع للقائمه تاعتنا اللي قديمه اللي كيف ممكن ارجع لها عن خلال ايمج اللي هي بريفرنسز اللي هي جنرال. بعد هيك بدي اشيل الصح الموجود واقول له اوكي. نقول له فايل نيو، خلينا نفس المقاسات هاي، وانا بدي احط صح على الارت بورد، الارت بورد خلينا نحط صح ونشوف ايش ممكن يصير عندي. نقول له كريت. ظاهر عندي انا حاجه اسمها هنا ارت بورد 1، ولاحظ عندي انا هنا ارت بورد 1 وهنا ايش لاير. ولو انا ضغطت على اداه الارت بورد عندي تول واجي ضغطت هنا، بنلاقي ظهر عندي إشارة الزائد من الأربع جهات. لو ضغطت أنا على الزائد في المنطقة هاي إيش بنلاقي؟ بنشئ لي أرت بورد تانية بنفس المقاس الموجود مسبقا. يبقى عندي أرت بورد 1 أرت بورد 2، ولو ضغطت تحت بيظهر لي أرت بورد ثالثة. وممكن أغير مثلا اللون للأرت بورد الثالثة، ولو ضغطت مثلا او رجعت للارت بورد 1 بامكاني برضو اغير المقاسات تاعتها. يبقى شفنا احنا شكل الارت بورد كيف بكون. يبقى انا لما اضيف ارت بورد باجي باداه الارت بورد تول، بضغط ضغطة واحدة كمان مرة، بضغط على الارت بورد تول، بكون ضغط على الارت بورد، باجي على الارت بورد تول وبضغط على اشارة الزائد. يبقى هلقيت انا على لما اكون واقف برا بدي اضيف ارت بورد تاني، اول شيء لازم اكون واقف على الارت بورد، بعد هيك باجي على اداة الارت بورد تول هتتفعل لي الزائد اللي حواليها. طب الكلام هذا جميل جدا، انا وين ممكن اشوف اكثر من ارت بورد موجوده عندي؟ هذا لما يكون عندي يا استاذ انا عندي ما تصميم كامل لشركه معينه او لمؤسسه بدي اصمم فيها مثلا اللوجو، اصمم البزنس كارد، اصمم الفلاير، اصمم الورق المروس، وبدي اياه كليته يكون في مستند واحد. تمام؟ يعطيكم العافية، وبتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.